وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تؤكد بالعيون عزم الوزارة على تفعيل توازنها المجالي خلال سنة 2021 لإعطاء الأولوية في برامجها للأقاليم الجنوبية، وذلك خلال لقاء حول خطة إقلاع القطاع بجهة العيون السقية الحمراء. هاد المحطة ديال العيون كانت أيضا مناسبة أننا طبيعة الحال وقفنا على أهم البرامج اللي كاينه في العيون وفي الجهه ككل. هي برامج جد مهمه، راه تقريبا واحد البرامج اللي التكلفه ديالها فقط 4 ديال المليار ديال الدرهم في اطار البرنامج التنموي المندمج للاقاليم الجنوبيه اللي كيشرف عليه سيدنا الله ينصرو. زياره الورش مقر بناء مقر الوكاله الحضريه الجديد هو يأتي في إطار الزيارة التي تقوم بها السيدة وزيرة إعداد التراب والتعمير والسكنة وسياسة المدينة بمختلف الأقاليم الجنوبية من أجل الوقوف على خطة إقلاع قطاع التعمير والبناء بهذه المناطق واستئناف أهم الأوراش التي تقوم بها الوزارة. بالمناسبة وقعت اتفاقية الشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني وولاية جهة العيون السقية الحمراء وجماعة المرسى من أجل التأهيل الحضري لهذه المدينة بغلاف مالي بلغ 25 مليون درهم. هذه الاتفاقية تقريبا بغلاف مالي قدره 30 مليون ديال درهم، وهذه الاتفاقية تهدف إلى تهيئة بعض الأحياء والشوارع الناقصة بمدينة المرسى، على سبيل المثال حي الوحدة، حي النهضة، حي المسيرة، وخاصة الأحياء القديمة. بحسب الوزيرة تمت بلورة مقاربات جديدة لتعزيز وتحسين مؤشرات القطاع في إطار مقاربة تشاركية لتطوير قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني واستدامة نتائجه من خلال اقتراح تدابير مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي تعرفها الجهة والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2021.